أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. الشيء الوطني كنفرح كنحس بالفرحة والسرور والنشاط والحيوية ودائما نشيط. النشيد الوطني بانني انا مغربي احب النشيد الوطني كنحبو بزاف النشيد الوطني لانني مغربي كنعتز بالمغربيه ديالي. اش كتحس بهذا الاحساس بشكل الانتماء الوطنيه و... ولكن يكون واحد الاحساس واخر حد اخر. دابا كاينين شي ناس كيكونوا محافظين النشيد الوطني بغيت تقول لي السر الله يرزقك العادل. واش يمكن لك تذكر تعطينا تذكرنا به بالنشيد الوطني؟ نذكرك ب مرحبا بالنشيد الوطني. من بيت الاحرار مشرق الانوار منتدى السؤدة وحمان دمتدى وحمان عشت في الاوطان للعلا العنوان ملء كل جناح هب فتاق لب نداق الله الوطن الملك. اي نقولوا دابا دا من الاول شوف خلي شوف الدار يا صافي معليش صافي هادشي اللي كاين ماشي مشكلة. من بيت الأحرار مشرق الأنوار منتدى السودة وحنان كملوا لباش صافي مرحبا. النشيد الوطني ديال المغرب ديالنا راه إحساس زوين مثلا قربنا من الإحساس. شنو إحساس زوين؟ إحساس ديالي شي حاجة زوينة إحساس كيمثل المغرب. شنو تبغي تقول للشباب اليوم اللي ما كيكونش حافظ النشيد الوطني؟ واه مكلخ خاصة العصا معنا. واحد المرة بغيت ندخل القايسم ما حافظوش ما دخلني السي ولكن حفظته من ديك النهار وانا كنحفظ دابا حافظ ما حافظه غير بغيت ندير السون باش نبان في الكاميرا. هذه لكنا زعما ما عرفتش شي حاجة لكنا زعما الا كان شي واجب كيتسناني نديرو هي هذيك الساعة يمكن نفلو. شنو تبغي تقول للشباب اللي ما كيكونش حافظه يعني ما عندوش روح الوطنية؟ شنو تبغي تقول؟ ما نساميش على البلاد نحس بالوطنية. يمكن لك تقربنا من الشعور اكثر. تحس بالروح ديالك الوطن ديالك. شنو تبغي تقول الشباب اليوم اللي ما كيكونوش حافظين؟ شنو ما كي؟ شنو تبغي تقول لهاد الشباب اليوم اللي ما كيكونوش حافظين النشيد الوطني؟ كنقول لهم يديو شوية في الوطن الروح الوطنية و حفظوا النشيد الوطني ديالهم لان النشيد الوطني هو باش الروح تعرف الروح الوطنيه ديالك وتعبر الوطنيه ديالك. ماشي قل انوار مندتا وحما مندتا وحما الله الوطن الملك. باللي كتسمع النشيد الوطني كتحس شي احساس غريب انت كتحس بالوطن. يمكن لك تقربنا من هذا الاحساس شويه؟ كتحس راسك نيت مغربي فهمتي. شنو تبغي تقول لهاد الشباب اللي كيكون ما حافظش نشيد الوطن؟ خاصهم يحافظوا لانه مهم. يمكن لك تذكرنا به في المقطع الاول؟ مون بيت الاحرار مشرق الانوار منتدى السؤدد وهمام عشت في الاوطان. انا نكملو لك يا طيب واخا تقول لي نيش واش نعرفك شتنيش واش حافظي انا حافظك يلا قول. من بيت الاحرار مشرق الانوار منتدى السؤدد وهمام دمت منتدى وحنان عشت في الأوطان للعلا عنوان للأكل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.